اخر خبر معانا، اتحاد كرة السلة بيقرر يوم 24 و25 نهائي دوري المرتبط للرجال في استاد اسماعيلية او في صالة اسماعيلية بدون جمهور. واتحاد السلة قرر ان في ماتشات السوبر يخشوا من الجماهير 500 فرد من كل الجماهير من جانب الناديين، لكن دي اخر مباراة هتلعب من غير جمهور. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بيستعد استعداد قوي جدا للمباراة النهائية مع نادي الاتحاد السكندري، النادي الكبير النادي العريق اللي كسبان لسه البطولة العربية في لبنان قريبا جدا جدا. اتمنى ان شاء الله ان رجال السلة يكونوا في الميعاد مع كابتن طارق خيري وكل ان شاء الله اللاعبين باذن الله يكونوا عند الميعاد يوم 24 و25. هنروح لتقرير عن كرة السلة سيدات وتحقيق الإنجاز للمرة الثانية على التوالي أو المرة الثالثة على التوالي، هو الفوز بدوري المرتبط. هنروح لتقرير وترجعوا لنا مرة ثانية بإذن الله يكون معانا نجمات وأبطال كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي. نجح الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي مؤخرا في التتويج بلقب بطولة دوري المرتبط للمرة الرابعة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد فوزه على سبورتينج ذهابا وعودة ليؤكد تفوقه على المستوى المحلي. الفريق أدمن حصد البطولات خلال السنوات الماضية، فالعام الماضي حققت سيدات سلة الأهلي الرباعية المحلية وهي دوري منطقة القاهرة، دوري المرتبط، كأس مصر، دوري السوبر. هذا العام نجح الفريق في حصد أول بطولتين وهما بطولة المنطقة ودوري القاهرة، كما أن الفريق وصل لنصف نهائي كأس مصر بعد تغلبه على نظيره الجزيرة 64-48. يأمل إيهاب الألفي المدير الفني للفريق في تكرار الفوز بالرباعية التاريخية وتسطير تاريخ جديد لسيدات سلة الأهلي قبل أن يفكر في المنافسة على البطولة العربية التي عاد للمشاركة فيها بعد غياب أكثر من 25 عام. استطاع الصعود للمباراة النهائية بالرغم من المنافسة الشرسة، لكنه خسر اللقب لصالح فريق هومنتمن اللبناني المتمرس والمدجج باللاعبات الأصحاب الخبرة، إضافة إلى امتلاكه لاثنتين من المحترفات على مستوى أكثر من رائع، كما أن المارد الأحمر تأثر بالإصابات التي ضربت الفريق في المباراة النصف النهائية أمام فريق الأمل التونسي. الأهلي يأمل في المنافسة خلال النسخ المقبلة على لقب البطولة القوية، لا سيما في ظل امتلاكنا للعديد من اللاعبات الجيدات. الفريق مقبل على تحديات كبيرة وهي دوري السوبر، كأس مصر، تأمل كل فرق المحروسة في الفوز عليه لكسر هيمنته على كافة البطولات خلال الفترة الماضية، لكن الفريق يتعامل مع كل لقاء على أنه مباراة كأس، هو ما زرعه الألفي داخل فكر الفريق. نتمنى لبنات السلة الفوز مرارا وتكرارا بكل الألقاب لجلب السعادة والبسمة على شفاه الجماهير الأهلوية التي أصبحت تفتخر بامتلاكها لفريق قاهر للجميع ومدمن للفوز والتتويج. بعد ما شفنا تقرير الجميل عن فريق كرة السلة سيدات معايا نجمات كبار، نجمات حققوا دايما الحمد لله السنة اللي فاتت حققوا رباعية، وكل جماهير النادي الأهلي بتستنى الرباعية مرة ثانية وتستنى الرباعية مرة ثالثة، والنادي الأهلي وجماهيره لا يرضى إلا بالمركز الأول. خلينا نرحب بالكباتن الكبار النهاردة اللي فازوا بدوري المرتبط ومنطقة القاهرة في السابق، كابتن هالة مصطفى. ازي حضرتك؟ ازاي؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ تمام. كله تمام؟ جاهزة؟ جاهزة جدا. نادين ياسر. ازي حضرتك؟ اخبارك؟ كويس الحمد لله. جنى مصطفى اللي هتقوم بالحلقه النهارده. مظبوط. انا مستنيك، خلي بالك قالوا لي جنى خريجه اعلام. اه صح كده؟ ده صح. ده انا هديك الاسئله كلها دلوقتي. يلا يلا بينا. كابتن رنا عبد الظاهر ملك الثلاثيه. مظبوط؟ صح. اختك بتلعب باسكت وقالت لي كابتن رنا بتاخدني في البيت وتتكلم معايا كتير وتظبطني، الكلام ده صح؟ اه. انت الاشهر ولا هي؟
هي لسه صغيره، مش دلوقتي بيحدد دي نفسنا بتاعت الاخوات، مفيش مشكله خالص. اه عادي جدا والله، مش مشكله. خلينا نتكلم مع جنة. وجنة انت خريجه اعلام مظبوط؟ اه ده حقيقه. طيب نتكلم الاول على البطوله والانجاز اللي عملتوه والصيد والجزيره وفي الاخر نادي سبورتنج، والنادي سبورتنج هو العنيد بالنسبه لسبورتنج او البطوله السيده. تقولي ايه؟ اقول ان احنا يعني خدناها واحده واحده من الاول. ابتدينا بالصيد، رحنا رايح راجع، كان عندنا مشكله في المرتبط، كان ماتش قوي فبالنسبه للمرتبط، بس احنا كانش لينا دعوه، المهم ان احنا نكسب ماتشين بتوعنا بتوع الكبار. وكسبناهم فرق كبير في الرايح وفي الراجع. وبعديها لعبنا بعد الصيد لعبنا الجزيره. انا حافظ، خلي بالك كويس قوي، جاي مركز. اتفضل. لعبنا الجزيره برده، هم فرقه كويسه قوي. الماتشات كانت يعني في الملعب، بس قدرنا ان احنا نكسبهم ماتشين. وطبعا لعبنا سبورتنج المنافس الوحيد بتاعنا، وكان اول مره اصلا قبله السيزون ده. فكان لازم من اول ماتش كده نحط التاتش بتاعنا ان احنا لا موجودين وجامدين ومحدش يقدر علينا. مش التاتش، احنا النادي الاهلي لازم نكسب على طول، لازم مفيش كلام. قولي لي نادين، الفرقه الصغيره بتلعب قبليكوا وتكسب، تدي دافع للدرجه الاولى؟ ولو حصل العكس ايه اللي يحصل؟ بتدي دافع، واحنا كمان واثقين فيهم، يعني احنا كمان صغيرين بتوعنا كويسين جدا، فواثقين ان هم ان شاء الله يعني هينزلوا هيكسبوا، فبرضه ده بيريحنا في الماتشات الكبار بتاعتنا. بس فبنبقى واثقين يعني ان هم هينزلوا يخلصوا الماتش، ولو حصل العكس احنا برضه يعني حاطين في حساباتنا ان احنا هننزل برضه احنا نخلص الماتش. وان شاء الله برضه هنكسب يعني. يعني معنى كلامك ان المباراتين منفصلين عن بعض. لكن لو هم كسبوا بيديكوا دافع لقدام. طبعا. خلينا ننزل الماتش مستريحين. تمام. خلينا نقول لكابتن هلا مصطفى مبروك، عروسه جديده صح؟ ازاي عروسه جديده وبتلعبي؟ يعني ازاي بس فاهمين؟ بقالك شهر ونص مظبوط؟ اولا الف الف مبروك. ربنا يا رب كده يعني 100 سنه سعاده وهنا. حاسس ان جواكي انت ايه، مبسوطه جدا. مبسوطه قوي فعلا. تقولي ايه، ازاي بقى اتجوزتي وازاي لعبتي؟ عايزك تديني الفكره دي ازاي؟ ازاي انا كنت محضره من قبليها يعني من بعد البطوله العربيه، وكنت متفقه يعني مع خطيبي ان احنا هنحدد يوم يا دوبك يعني اليوم اللي كان بعد اليوم البطوله العربيه على طول، يعني احنا رجعنا 31 كان يوم 2 كان بكتابي، فانا كنت محضره من قبليها الحمد لله، يعني كانت كل حاجه ماشيه بالظبط، واستاذنت بقى كابتن هيب هو وافق بعد طول بعد كلام كتير قوي، بس الحمد لله وافق. بكلمك بصراحه، احنا في مصر عشان نحضر للجواز معنى كده انت عماله تجري في الشوارع بتلمي كل حاجه صح؟ لا هي مامتي صراحه هي اللي عملت كل حاجه، ما عملتش حاجه. التاتش بتاع ماما. وانت بره الموضوع. طب نخش في الباسكت. خلينا في الباسكت. قعدت قد ايه جواز؟ انا بقالي دلوقتي شهر ونص. شهر ونص. ورجعت التدريب بعد قد ايه؟ بعد 10 ايام. 10 ايام اخدتي اجازه 10 ايام ورجعتي. كل البنات اللي كانوا موجودين معايا الحلقه اللي فاتت قالوا كابتن هاله مصطفى هي عالم من اعلام الباسكت في النادي الاهلي. الحمد لله. ليه؟ فاهميني. والله انا من صغري بابايا مصطفى بكتا كان لعيب كره سله ومنتخب مصر وكاس عالم، فهو من وانا صغيره هو كان بالظبط كانه بيحط المعلقه في بقي لحد معلقه الاكل، بس لا يعني لحد اصغر حاجه كان بيعلمها لي ازاي اشوط، ازاي اخش، ازاي اعمل دريبل، البلوكينج، ازاي امسك واحده اطول مني، واحده اسرع مني، واحده اسرع مني، هو علمني كل حاجه، كان بيقعدني قدام التلفزيون قدام الفيديو بتاع الماتشات من وانا عندي من في ميكرو بيعلمني ازاي اعمل كده ازاي، والغلطه دي ما تعملش كده، المفروض تعملي كده. بتسبب لك مشاكل كل الكلام ده في البيت؟ ولي الامر لما بيتكلم واعملي وسوي غير المدرب بتسبب لك مشاكل؟ لا خالص، انا الحمد لله يعني كلام بابا هو الاساس. سؤال مهم جدا، ده سؤال مهم. كابتن ايهاب سامعني قولي. يعني طب خلاص يبقى كابتن ايهاب الالفي. كابتن نادين قولي لي، احتراف البنات في مصر، انا عارف ان في بنات محترفه منهم نادين سلعوه مظبوط، كابتن هلا مصطفى اعتقد عشره الاحتراف، لكن احتراف البنات في مصر اعتقد ان كره السله متجهه الى الفكره دي. تقولي ايه الفكره جات لك تروحي تسافري؟ هي جات لي بس عشان الحجاب وكده، فيعني ما فكرتش فيها قوي يعني عشان بس الحجاب، لكن لو كده يعني كان نفسي الصراحه. كان نفسك تطلعي الموضوع ده. مش عائق اعتقد ان كل البطولات العاب دلوقتي بقت المحجبين بيلعبوا فيها عادي يعني. ده لسه يعني عندنا لسه في مؤخرا. مؤخرا الكلام ده كلها. أيوه. ان شاء الله في التجربه اللي جايه قولي لي اخبار المحترفه الامريكيه ايه؟ علمتيها عربي ولا لسه؟ بنعلمها كلنا. كل تمرينه. لا لا ما اعتقدش. صح؟ هي جنه صح؟ جنه اكيد هي مش سايبينها مش سايبينها في حالها. لا طب قولي لي اصعب وقت في الماتشات عندكم، يعني كل فرقه تيجي تلعب، لما انا كنت باجي العب بقول اصعب ماتش عدى عليا الماتش بتاع دور الاربعه او ماتش دور الثمانيه، ايه الماتش الصعب اللي كان فيه الماتش شادد فعلا بالنسبه لكم وكنت حاسه ممكن
من الماتش ده يخسروا؟ هو دايما بتبقى ماتشات السيمي فاينل والفاينل، لانها دايما بتبقى مع يا اما يا سبورتنج يا مثلا سموح، بس غالب يعني كل الاوقات بتبقى سبورتنج، فدي فعلا بتبقى ماتشات جامده، بس يعني بنشد حيلنا وبنكسبها يعني الحمد لله. كان وقته مهم قوي اللحظه الاخيره اللي هي بتتوج فيها، مش هي دي تتويج مظبوط؟ هي لحظه التتويج بتاعتكم. تعب سنه ولا تعب ست شهور؟ سنين يعني. احنا من ساعه ما طلعنا فيرست تيم واحنا عايزين نعمل يعني طفره، ان احنا كل سيزون بقى خلاص احنا هنكسب، مش هنخسر ولا بطوله. ان احنا طلعنا خلاص فالجيل ده لا اللي هو انبيتبل يعني، مش هنخسر خالص، احنا هنكسب كل الماتشات بكل البطولات. فابتدينا يعني في الاول كان موضوع صعب لحد ما ابتدينا خدنا على الموضوع وبقى عندنا اكسبيرينس كويس قوي في الموضوع، فبقينا الموضوع اسهل طبعا. فاللي هو ده تعب سنين بقى بنبتدي نكتب زي ما كابتن بيقول لنا يعني، بنكتب اسامينا. دي حقيقه بتكتبي تاريخ لان انت لعبي 10 15 سنه درجه، ولا بتكتبي تاريخ بعد كده بتتجهي للاداره او تدريب. بالذات ان احنا كلنا صغيرين في السن يعني، اكبر حد فينا هاله دينا يعني هم 25 24 فاحنا صغيرين عن حتى بقيه الفرق. فاحنا بنكتب من الاول ما شاء الله. وتكتبوا كل البطولات تكتبوا رنا، قولي لي بطولات ورا بعض، منطقه القاهره في بطوله عربيه، في مرتبط، في كاس، في سوبر، البطولات المتشابكه مع بعض. بتروش كابتن ايهاب الالفي كده عايزين نريح يا كابتن ولا حاجه، ولا هو لا هتلعبوا كده؟ اكيد طبعا بيجي لنا وقت بنبقى تعبنا وزهقنا ولود الدراسه مع لود الباسكت وكده، بس يعني كابتن ايهاب الحاجه الكويسه فيه ان هو دايما بيزقنا للاحسن يعني. احنا تعبانين، لا معلش تعالي، لا تعالي على نفسك، احنا لازم نعمل اللي علينا علشان نوصل، احنا تعبنا فوصلنا. فده دايما بيكون موتيفيشن لينا ان احنا نيجي على نفسنا ونكمل. طيب معلش لازم نقول السؤال الاهم، في دراسه وفي رياضه، ازاي التوفيق وانت بطله ونجمه والمشوار كبير لسه، ازاي توفقي بين الاثنين في السن ده؟ هو صعب جدا جدا. ده مفيش خروج؟ مفيش. تفكسي؟ هي في طب كمان. كم؟ هي في طب. طب ما شاء الله كمان دكتوره. للاسف. طب قولي لي ازاي بقى؟ يعني انا مهندس خلي بالك وعرفت انا حطيتها ازاي، فقولي لي ازاي؟ يعني مثلا يومي بيمشي ان انا بيكون عندي كورس 6 ونص وبعد كده جامعه 8، من 8 ل 12 او الاثنين، وبعد كده يا دوب بقى بيبقى عندي 3 4 ساعات قبل التمرين، هنام، هذاكر، هاكل، هعمل كل حاجه، وبعد كده التمرين برجع بقى البيت عشان انام علشان ثاني يوم عندي نفس الموضوع. نفس الموضوع. الروتين ده مش بيسبب اي ارق ليكي في حياتك؟ بيسبب طب هو مجهد، هو مجهد. مجهد جسديا ونفسيا، بس يعني هو ربنا بيوفقني يعني. اكيد ربنا بيوفق، لكن بتعملي ايه؟ بتجددي نفسك ازاي لوحدك؟ مش كل حاجه المدرب بيجددها، اكيد انت من جواكي بتدي نفسك امل وطموح مره ثانيه. اكيد. لا يعني اول لما احس ان انا زهقت كده بقعد مع نفسي اللي هو لا انا اصلا بعمل حاجه بحبها. بس يعني ده اللي بعمله. طيب هقول لكم حاجه بس، هلا انا غيرك بس هروح لجنه شويه. جنه قالوا لي ان انت خريجه اعلان. ده حقيقه. طب ما نتبادل الحديث، ايه رايك؟ يلا بينا اتفضلي. معاكي الثلاث كباتن ولينا. هو خلي بالك هي معاها الاسرار كلها مش انا. يلا كمل. ازيك يا هلا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ كويسه. احكي لنا بقى عملت ايه في الماتشات. يلا بينا احكي لها. ماتش احكي لها. انت كنت معايا مش فاكره ولا ايه؟ لا مش فاكره. طب بيكون دايما في اوقات، دايما بيكون في اوقات يعني شد جامد جدا كابتن ايهاب ولازم نريح، يعني في اوقات تانية بنريح فيها، وقت الراحه بتعملوا ايه يا كابتن ايهاب؟ بصراحه. بقعد مع زوجي في البيت. لا وقت الراحه مع الفرقه جوه المعسكر. هي جنة قاعده عندك في البيت على طول؟ ده شكلها ده دويتو يعني. انتوا الاثنين دويتو. هايل، عشان كده دايما بتباصوا لبعض واحنا قاعدين. طيب قولي لي يعني جوه الماتشات جوه المعسكرات بنعمل ايه؟ بنريح ازاي في الضغط العصبي اللي احنا فيه؟ لا احنا بنفصل خالص بقى خالص. يعني بنلعب كوتشينه، بنلعب افلام، بنلعب الحاجات دي يعني. بنحاول على قد ما نقدر ما نفكرش اصلا في الباسكت. مين لعيب كوتشينه عندكم؟ كلنا. مين اللي قاعد؟ نورا. بص هي شفتي عمال تشاور لي. بتكره الكوتشين. بتكرهها؟ بكره اي كويس. ليه؟ لا ما بلعبش، بس بقعد اتفرج عليهم واشجعهم. بتشجعي؟ بتسخني القعده. دي هو واضح جدا ان انت بتسخني القعده. نورا بتحب الكوتشينه جدا. هي فعلا. هي ودينا، دينا بتحب لعبه كده اسمها فيس 10، فهي على طول بتروح يلا يا جماعه فيس 10 على طول. فيس 10. طب قولي لي المرحله الجايه هنعمل ايه؟ الجمهور مش بيرضى غير بالمركز الاول. ما شاء الله عليكم، شايف الروح الحلوه اللي قدامي. المرحله اللي جايه عندنا لسه بطولتين، تقولي ايه؟ احنا بنجهز لل احنا دلوقتي عندنا ماتشين السيمي فاينلز للغابه، ماتشين رايح جاي الغابه. اه كويس. وبعد كده هنلعب مش عارفه بقى مين هنقابل مين اللي جاي من الناحيه الثانيه.
من السيمي فاينال النص الثاني غالبا سبورتنج. سبورتنج برضه اكيد هيبقى سبورتنج. غالبا سبورتنج اه ما فيهاش كلام. المفروض هنقابلهم برضه في الفاينال. اه ثاني فاينال لا المفروض بتهيالي هيليوبلس والسيد المفروض حد كسب فهنلعب الكسبان ده سيمي فاينال بس لسه شهر 3 ده كاس مصر وبعد كده سبورتنج بتهيالي سبورتنج وسموح هيلعبوا واحنا هنلعب الكسبان يعني فرقتين وفرقتين واحنا كروس. طيب قولي لي بالنسبه للسوبر بنلعب ازاي السوبر؟ احكي لنا كده الجدول ماشي ازاي في السوبر. السوبر اعتقد بتفصله خلاص مرتبط لوحده والدرجه الاولى لوحدها مظبوط. اه بالظبط. احنا الجدول ماشي ازاي؟ ما عنديش خلفيه قوي بس هو بيست اوف 3 غالبا يعني بيست اوف 3 بتلعبوا اهلي ماتش على ارضنا وماتش على ارضهم كويس. ولو لو فرقه كسبت الاثنين خلاص هي اللي بتطلع تمام. لو بقى ماتش وماتش بنلعب ماتش في ارض محايده واللي بيكسب هو اللي بيطلع. ليه ما بنلعبش دوري؟ يعني ليه ما بنلعبش يعني انا ايامي كنا بنلعب دوري رايح جاي على ملعب النادي ونلعب 8 فرق نلعب 10 وليه دايما نوك اوت وتخرج ده جديد القانون ده لسه اول سنه يعملوه البيست اوف 3 ده اشمعنى؟ يعني هنوصل ايه التارجت لو بره صح؟ ما بيقلدوا لا بس اه بس الام بي اي بيبقى بيست اوف 7 بس بيبقى بتهيالي عشان يدي يعني مثلا انت رايح ماتش مش موفق فيدي فرصه ثانيه للفرقه الثانيه ان هي تلعب وتحاول مش بس احنا دوري بنوك اوت برضو بخسر بخرج بس لا مش بخرج ده كاس مصر لكن الدوري ده بوينتس انت بتكسب تاخد اي ثينك 2 بوينتس بتخسر تاخد 2 بوينتس بتهيالي يعني لازم في الاخر دلوقتي بقت بيست اوف 3 فدلوقتي بقت نوك اوت دلوقتي بقت بيست اوف 3 اللي يكسب ماتشين يروح على الدور الثمانيه دور الرابع وهكذا سته رابع قولي لي يا نادين صعب كابتن ايهاب الالفي التعامل معاه ازاي؟ بقول لكم اسكتوا حد شايف حاجه احنا خلي بالك الشاشه شغاله ارجعوا لنا لو سمحتوا في الاستوديو بس عشان كابتن ايهاب الالف يشوف كل حاجه على الحقيقه اتفضلي قولي لي هيشوفك ارجعوا لنا قولي يا نادين يا كابتن ايهاب لا اكيد بصي اكيد في الوقت ده بيكون في مواقف شد وجذب اكيد انا اتعودت مع كل مدربيني ولا لعيب في مواقف قويه جدا بتحصل مواقف فيها انفعالات كتيره بالذات ان انا بكون الاصغر والمدرب هو الاكبر سنا يعني فبيحصل شد وجذب كتير تفتكر مواقف المواقف دي كابتن ايهاب؟ هو انا على طول بيحصل يعني انا اخترتك صح يعني انا اخترت مظبوط انا على طول مفيش غير المواقف دي لا بس هو كابتن ايهاب يعني ده الطبيعي يعني بتاع اي مدرب عليه مسؤوليه ان الفرقه لازم تاخد اول في كل حاجه فكلنا يعني هو والفرقه احنا يعني هو واحنا بنبقى تحت بريشر فكلنا غصب عننا بنبقى في الضغط دوت وانفعالات وكله فعايز يعني هعرف لك بقى كده اخبار السوشيال ميديا معاكي ايه؟ ايه ده انت عارف كل حاجه طبعا انا مش قاعد هنا كده خلي بالك قاعد عالي قولي لي شايفه النوتيفيكيشنز عندي بصي بتعمل ايه؟ يعني انا قاعد لا لا ثواني بس ثواني شيلة ثواني كده ضحكتي وشي ايديكي احكي لي لا قولي لي ماسكه على طول جري اساسي ده اكيد عرفت ان انا عارف كويس فولورز بقى فولورز التريس جناوي مش اهلاوي والله اشمعنى التريس كل عيال التريس بيحبوها جدا بتشجعي بروح عاليه وبتعي بروح عاليه يعني هو انا لو باخد اكتر من تيشيرت كنت ادخل قولي لي قولي لي ليه اشمعنى هي حماسيه في اللعب قوي بتلعب بقلبها روح النادي الاهلي كلنا بنلعب بقلبنا بس هي وضع مختلف ليها علاقه في السوشيال ميديا مع الناس هو يعني هو دايما يعني الالتراس في ناس كده معينه بيحبوها يعني عندها قبول هي جنة عندها قبول ما شاء الله عالميه ما شاء الله طبعا فعشان كده طبعا مكاني قريب ودي مشكله كبيره خلي بالك بقى خدت بالي اهو بس فهي دي في يعني في كمان جنة بتتواصل معاهم اللي هو ممكن لو حد بعد بترد طب خلينا نقول الموضوع مختلف زمان ما كانش في سوشيال ميديا ودلوقتي السوشيال ميديا معاك بصفه عامه مختلفه طبعا اكيد حاجه كويسه ولا بتكون اوفر بتكون حاجه نيجاتيف بوزيتيف ايه بالظبط على حسب ما انت تصنفها يعني في ناس في وقت بتبقى اللي هو انا مش هينفع بص خالص على السوشيال ميديا في وقت يعني هكسب هبص على السوشيال ميديا واقدر ارد على الناس كان انا في نص الماتشات انا ما اقدرش ارد على حد بالنسبه لك انت شخصيا ماسكه التليفون على طول انرجي لا 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 بوزيتيف بقى بيدوا بوزيتيف انرجي او نيجاتيف انرجي بيدوا حاجات فانت لازم ما تدخلهاش كله مع بعض وفي حاجات مش لازم اوريها للفرقه يعني في حاجات بشوفها لا ممكن اقول لهم يا جماعه بصوا بعتن لنا هيجوا ماتش يلا اتحمسوا كده بس مش كل حاجه بقولها لهم بوريها لهم
بس ببقى طبعا مستنيه بقى ان احنا نكسب عشان اشوف كل الايجابي اللي بيحصل. وقت الخساره ما بيكونش حد عايز يشوف السوشيال ميديا عشان ما يكونش ليه نيجاتيف امباكت علينا اللي هو يا جماعه الناس متضايقه، الناس تقول ان احنا ما عملناش اللي علينا. احنا بنبعد عن الكلام ده، احنا مش بنبص عليه اصلا وبنستنى اول لما نخلص اللي هو خلاص لا احنا عندها فرصه ان احنا نعوض، عندها فرصه ان احنا ندي احسن، بعد كده نشوف بقى ايه اللي حصل. نادينا هكلمك بصراحه، البطوله العربيه دخلناها وكان املنا وكان امل الجماهير النادي الاهلي يكسب. كابتن ايمن الالفي مع حديث معايا شخصيا قال ان هي التارجت، لكن بصراحه الفرقه دول كانت فرقه جامده جدا، وخلينا نقول ان هي كان معاها محترفات وعندها خبرات وعندها وعندها وعندها. فتقولي ايه الجمهور بعديها عمل ايه معانا على السوشيال ميديا؟ والله هم انا يعني ما تابعتش قوي بعدها عملوا ايه، بس هم اكيد اتضايقوا ان احنا ما اخدناش اول. لا لا خالص بالعكس، بس هم شجعونا يعني على السوشيال ميديا. احنا اول مره ندخل كويس، فان احنا اول مره ندخل بقى لنا 30 سنه تقريبا ما دخلناش حاجه كده 25 حاجه كده، ما دخلناش بقى لنا كتير قوي. فقالوا لنا اللي هو ان احنا كبدايه ده حلو قوي، هم عارفين كويس قوي ان الفرق في لبنان عامله ازاي، بس هم طبعا كان نفسهم ان احنا نكسب اكيد. بس الحمد لله ان هي جنب ايجابي ان هم مبسوطين بالانجاز، حسوا ان احنا اقولها لك بصراحه انا واحد من الناس كنت مبسوط جدا بيكم وانا شايف حسوا بالانجاز اللي احنا عملناه والتعب اللي احنا عملناه، لكن مش هو ده تارجتنا. لا بوغل كان تارجتنا، بس احنا كمان عملنا ماتشات كويسه جدا هناك وكسبنا بالذات السيمي فاينل. دي حقيقه لعبنا اكسترا تايم وكان كان ماتش قوي جدا وقدرتوا تعدلوا وقدرتوا على كان امل التونسي مظبوط. صح. هلا اللي جاي البطوله العربيه اللي جايه نوصل ازاي؟ المفروض برضو يعني المهم السنه الجايه ان شاء الله، انا بقول لكابتن هيبه لو هو اللي ماسك او هو ايفر اللي هيمسك ان احنا زي ما هم جابوا. انا في نظري احنا عشان انا لعبت في لبنان، اللبنانيين نفسهم احنا كمصريين احنا احسن منهم، بس هم اللي خلاهم يكسبوا المحترفتين. يعني الاثنين محترفين لما كانوش موجودين ولو كان لبنان قدام مصر